سيفتي نائب رئيس الجمعيه المكلف بقطاع النظافه. كما كتعرفوا دابا حنا كنتواجدوا في حير حما في السيكتور او قطاع واو. كما كتعرفوا هذه كنشير لها في 70 هنايا مؤسسه ديال التعليم ديال ثانويه العقاد. هنايا مطرح ديال النفايات ديال الزبل. رغم عده شكايات للشركه المعنيه ديال النظافه في مدينه تسلا وتراكم ديال الازبال. فبدون شك غتكون مدينه تسلا من انظف المدن ليس الوطنيه ولكن العالميه. كما كتشوفوا هنا مؤسسه ديال التعليميه ديال العقاد، وكاينه ابتدائيه ديال طه حسين، وكاينه ديال المجد، اعداديه المجد حتى هي، يعني ثلاثه المؤسسات. هنا كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في واحد البلاصه اللي فيها تراكم ازبال كثير. بدل هذا المكان هذا ما تنقى من طرف الشركه المعنيه وداروا فيه واحد الملاعب ديال كره القدم، ملاعب ديال القرب، هذا هو المنشط الطلابي للسكينه. باش بدون مجامله هو رساله السيد عامل عماله سلام. الرجل خدوم في الحقيقة كتلقاه في التيران قبل أن نكونوا حنا ولا رؤساء الملحقات الإدارية ولا رؤساء الدوائر ولا أعوان السلطة ولا في الحقيقة ولا المنتخبين ولا المجتمع المدني، كل واحد قائم بالدور دياله. إذا مشينا من الجهة اللي من هيك كيبان لك بأن الأزبال بأن ما بقاتش، بأن راه تكرطات وبقات، ولكن هذا الشيء راه مخلصين فيه، وهذا الشيء راه سيدنا الله ينصرو راه في الخطاب السامي ديال سيدنا ناصر الاخير، يعني عطانا واحد الوصيه لاي مسؤول يدير بدون شك غتكون مدينه تسلا من انظف المدن ليس الوطنيه ولكن العالميه. بالجمله كما كتشوفوا تراكم الازمات كثير هنايا، الظاهره اللي صعيبه بزاف، رغم عده شكايات قمنا بهم حنا كجمعيه مجتمع مدني وديال الساكنه، الا كنشوفوا خروقات. يعني هاد الازبال هادي اللي كتشوفوا هنايا كاينه هنايا، حتى هي واحد النهار غتولي بحال هكا، غتعمر الارض، وهذا الشيء كيهدد البيئه، كيهدد البيئه خايبه بزاف واحد الدرجه ما تتصورش. كتخاف من الميزانيه ديال الجبهه، راه ما يسير على واحد 17 مليار ديال اللي كتاخذ النظافه في السنه. فرق يومي الازبال هنايا، هاد الشيء صعيب شويه. ودرنا عده شكايات كما كتشوفوا، كيجيو الناس ديال العمال ديال النظافه مشكورين، ولكن هادشي اللي كيعطيهم هاد الامر هذا راه خصو يتحاسب. سيفتي نائب رئيس جامعه سلا المكلف بقطاع النظافه، هذا راه شي حاجه خطيره جدا. الشركه المعنيه والشركه الوصيه راه مخلصه في الازبال ديالها، كتخاف من الميزانيه ديال الجبهه، راه ما يسير على واحد 17 مليار ديال اللي كتاخذ النظافه في السنه. نوجه للمواطنين باش تخلي انت الزبل تخلطوا مع التراب وتخليه هنايا للساكنه يبقى واحد اليوم في راسهم، وهذا الشيء خصو يتهز. هنا عاوتاني راه كاينه طريق، هنايا راه كاينه طريق، كاينه طريق اللي كتربط حير رحمه وسيدي عبد الله. فبدون شك غتكون مدينه تسلا من انظف المدن ليس الوطنيه ولكن العالميه. هذه المساله هذه حنا كجمعيه المجتمع المدني ما غنسكتوش على هذا الشيء هذا، وهذا الشيء غيتواصل، غيوصل الناس المسؤولين والناس ديال السلطه المحليه وعلى راسهم السيد العامل عماله سلا. بدون مجامله هو رساله السيد عامل عماله سلا. الرجل خدوم في الحقيقه كتلقاه في التيران قبل ان نكونوا حنا ولا رؤساء الملحقات الاداريه ولا رؤساء الدوائر ولا اعوان السلطه ولا في الحقيقه ولا المنتخبين ولا المجتمع المدني، كل واحد قائم بالدور دياله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.